إلى إنجلترا مع صحيفة ديلي ميل التي عنونت مانشستر يونايتد على استعداد لدفع 64 مليون جنيه استرليني من أجل ضم مهاجم تورينو الإيطالي أندريا بيلوتي. وكتبت صحيفة أن المهاجم البالغ من العمر 24 عاما والذي سجل 25 هدفا في الدوري الإيطالي هذا الموسم مرتبط مع ناديه تورينو بعقد يستمر حتى العام 2021، وأن لديه شرط جزائي بقيمة 85 مليونا. مانشستر يونايتد بدأ تحركاته بالفعل من أجل ضم اللاعب ورصد مبلغ 64 مليون جنيه استرليني من أجل إتمام هذه الصفقة. ما زلنا مشاهدين في إنجلترا لكن مع صحيفة ذا تيليغراف التي كتبت عن قيام نادي ليفربول بتكريم أسطورته كيني دالغليش، وأوردت الآتي: ليفربول يعيد تسمية مدرجه التاريخي باسم دالغليش. الصحيفة قالت إن ليفربول قرر تكريم أسطورته الاسكتلندي كيني دالغليش بإطلاق اسمه على المدرج التاريخي بملعب أنفيلد تقديرا لإنجازاته التي حققها مع النادي.